تحية صباحية طيبة لكم مشاهدي التغيير أينما كنتم. يوم جديد وحلقة جديدة من بلا عنوان. بلا عنوان البرنامج اللي يسلط الضوء على همومكم ومشاكلكم وكل ملاحظاتكم في أي موضوع. اليوم اختارينا أن تكون منطقة الكرادة هي العنوان، لذلك راح نلتقي بعدد من أهالي الكرادة يحدثونا عن همومهم ويحدثونا عن مشاكلهم وعن قضاياهم اللي تخص هذه المنطقة وهذه المدينة. الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، يعني مساحة كبيرة ممتدة عدة أحياء، عدة شوارع رئيسية، عدة محلات، لذلك راح نحاول نلتقي بالمواطن وكذلك راح نلتقي بمسؤولين بلدية الكرادة ليحدثونا أكثر عن الكرادة وعن التطوير اللي يحصل بيها، بالإضافة إلى ذلك والأهم من ذلك هو المواطن وملاحظاته. فكونوا معنا على مدى الوقت القادم. مستمرين من داخل أحياء وأزقة الكرادة نتحدث مع المواطنين عن أبرز همومهم، عن مشاكلهم، يعني الكرادة اليوم وش تحتاج والملاحظات اللي عندهم عن يعني الكرادة. جزء من المواطنين هم من سكنة الكرادة ومن أبناء الكرادة، والبعض ربما شغلهم يتطلب أن يتواجدون بالكرادة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت قلت لي أشتغل هنا، أنا تجي تشتغل؟ والله إحنا قصاصي. نعم. وإحنا نبيع يعني جملة، يعني ننقل للمحلات، نجيب من المحافظات، توصل لأطراف بغداد للسونار مال خالص أو مال الشعب أو أي السونار مالها، يقول لك ممنوع الحلال يدخل بغداد، انقلهن 10 10. زين لا تجايب لك فد 400-500 راس، تنقلهن 10 10 بكية، تكلفة مال النقل مالتها وبالأخير. خارج يا سيطرة بالضبط. والله مال الخالص، مال الشعب، مال أطراف بغداد على حي السعادة. يعني هو ما ادري احنا الناشد يعني قائد عمليات بغداد، شنو السبب تمنع الحلال ما يطب بسيارات كبار الا 10 10؟ تطالبك بوصل مال بيطره. انت تجيب الكراده هنا لكل مكان، الكاظميه، الكراده، بكل مناطق بغداد ممنوع، يقول لك ممنوع. الحال ايش تسوون انتم بهالحاله؟ والله بهالحاله هي اكو بعض ضعاف النفوس، مثلا مع احتراماتنا للقوات الامنيه ويعني للاشراف اللي بيهم، يساومك تطي يفوتك، ما تطي ما يفوتك، مع احتراماتنا للعالم. يعني كل السونار مشكلتنا بسونار الخالص، مشكلتنا بسونار الشعب، المشكله بسونار حي السعاده، هذا اللي نعاني من عنده احنا. يعني ليش الحلال ممنوع؟ تجيب له ورقه مال بيطره هم ممنوع، تجيب له وصيل وما ممنوع. يعني تكلفة نقل اللودر هسه، هذا اللودر قاطرة مقطورة، يكلفك من اربيل 4 ملايين 5 ملايين على 500 طلف قسمه. ليش؟ لو يطب قبل مثلا يجي مو ممنوع، ما كأمر ممنوع. يعني هسه حتى اللحم ب10,000 بالمحلات، الفقير ياكله. لذلك ده يصعد سعره يعني؟ اي بسبب النقل ماله، بسبب السونارات الموجودة، سيطرات. مع احتراماتنا للاشراف البيم، انا ما اتهم كل الضباط لو الجنود لو هاي، اكو ضعاف نفوس يساومك يلا يطببك، يلا طب بغداد. هاي مشكلتنا احنا. هذه المشكلة راح نحاول ايضا نسلط الضوء عليها يعني في حلقاتنا المقبلة، انه نشوف المسؤولين عن هذا الموضوع في دخول البضائع الى بغداد من المحافظات. من اهالي الكرادة حضرتك؟ اي قلبي. شلون نشوف الخدمات، وضع الكرادة، ايش تحتاج؟ الكرادة تحتاج مدير بلدية الكرادة. نعم. تحتاج لها إدارة صحيحة، لأن إحنا بكل سنة الكرادة المترة مالتها ب25 ورقة. نعم. حلو؟ وال25 ورقة طبولها المي جوا. والله شنو كرادة؟ لا بيها خدمات، لا كهرباء، كل شيء ما بيها، واللي هي تعتبر مركز بغداد. نعم. زين، عدك المجاري يومي هسه إحنا راح نتحضر جزمات والهاي الأمور، لأن راح تغرق 100% يعني. زين ما اعرف يعني، هاي كل سنه احنا نشوف اللي على كرادة داخل تنحفر زين ويسووها وهكذا، نفس الشيء يعني. هسه انت الموضوع هذا بال 2019 18 من السقوط لهذا اليوم هذا موضوعنا يعني. يتكرر نفس الموضوع كل شتاء، هذا تسليط الضوء على المطار ومياه الامطار، ويجي يقول لك القطره هالمره نزلت ثقيله. يعني نزلت ثقيله شنو نزلت؟ ما اعرف، قطرها والله كبير ما اعرف. والله يعني شنو سووا لكم مجاري يعني على قد قطر المطره اللي دا تحشون بيها. هاي اعذار بعد يعني احنا دائما بالنسبه لموضوع النفايات النظافه.
موضوع النفايات والنظافه طبعا انت اذا ما تنطي فلوس لابو السياره مال النفايات ما راح يشيل الاوساخ يعني النفايات ابد، الا تنطي فلوس يلا يشيلها، ما تنطي فلوس تبقى، ايش قد ما تبقى خليه تبقى. زين دا تصير هنا اكو سيارات اهليه يعني احنا دا نضطر هم نعطيهم فلوس ويشيلوها، ما كبلديه وهاي نفس الشيء يعني اذا بلديه يعني حكوميه او اهليه نفس الشيء، بالنهايه لازم تنطي فلوس يلا يشيلوا لك النفايات. زين ما اعرف اذا اكو راتب او ماكو راتب لهذا الشيء يعتبروها كراميه. زين لازم انت تعطي فلوس على هذا الشيء على مود يشيلوك اياه. احنا هسه بواحد من الازقه الداخليه يعني بالفروع الداخليه بالكراده، لكن هو دا اشوف حركه يعني حركه هوايه سيارات هنا تتحرك وهذا التقاطع يعني نشط خلينا نقول. اي يعتبر. الشوارع شنو وضعها هسه؟ يعني شوف. مو هذه الطسات يعني هذه محله 905 بين 905 و903، هاي صفحه 903 وهاي 905. شوارعها كلها محفرة طبعاً. مو هو هذا شارع يعني تقريباً عام يعني. أي بالضبط. أكو شيء إحنا همينا أني يعني من أحكي حق. من يبلطون الشوارع يجون أهل البيوت مدبوري مد لواير مال الكهرباء ما أعرف شنو حفر الشارع نهال الشارع. زين لو يسوي له طسة. والبيوت هم بدأت تقسم. هاي موضوع البيوت التقسيم وهاي هاي ما إلها حدث ولا حرج يعني المية صارت هي حتى الثلاثينات قاموا يسووها هاي موجودة ب 903. بس هنا احنا بين 903 و5 شوارع نهائيا يعني ماكو شوارع مبلطه يعني اكو شوارع لحد الان اكو صب يعني بصب ما مبلطيها زين وهسه هم تصير طيانه وتصير هاي لان مجاري ما مجاري هسه لو يجون يسووها يعني يجون يسووها لا تبلطون بس سووا المجاري العالم خليها يعني هذا المي وهاي الامور ما اعرف بالمطر شلون كان الوضع هنا في هذا الشارع ذاك اليوم يا مطر خفيفه زين هاي فايض الشارع وهسه احنا على اساس اليوم مطر قويه زين ندعي من الله ما تمطر زين لان احنا ماكو ينقطع رزقنا 100% العالم ما تقدر تمشي يعني نهائيا ما تقدر تمشي وهاي بعد احنا هاي يوميا هذا الموضوع ويا البلديه وادارتها تحدثت عن الرزق يعني هذا المحلات هنا شلون الشغل بيها يعني شلون الامور هنا نشتغل على المنطقه يعني احنا اولا من المنطقه كل المحلات اللي هنا من المنطقه هم سكنة الكرادة واللي زبائن اللي دا يجون من المنطقه زين وكلها عايشه على رواتب يعني خلينا نقول نسبة 75% اللي من الكرادة عايشة على الرواتب. فالشغل انت تعرف ما طولك راتب اكو شغل. بس هسه الراتب همينه ماكو كل 45 يوم ما اعرف ايش قد. فالشغل اكيد ضعف. يعني تقريبا بنسبة 75-80% هو ضعف الشغل لان ماكو رواتب. العالم اللي تجيها راتب تقول اضمه احسن مما اصرفه او اخليه على شغلات مو ضرورية. فهسه هيك اللي دا يصير يعني كشغل يعني وعمل. فتور بال لا فتور هذا بكل السوق بكل السوق يعني سوق شعبي سوق باي منطقه سواء بغداد جديده باي منطقه بالشورجه ذاك اليوم انا رحت الشورجه فارغه شورجه ليش ماكو يعني ماكو سوق ماكو رواتب العالم تشتري من تجيب بضاعتها غير تصرفها الا ما نصرفها هو الوضع الاقتصادي كله شويه بدنا نلاحظ انه متخلف يعني. هذا شيء طبيعي هذا شيء طبيعي وشهر الواحد ماكو رواتب زين من هسه نقول لكم اياها تفلت بعد كيفك شكرا لك حبيبي الله يخليك السلام عليكم السلام عليكم سولف لي والله الكراده يعني شوارعها تعبانه انا كسواق تاكسي اي يعني الشوارع حيل تعبانه يا اللي يجي على قولته قبل شوي اخوي هم حكى يبنا لو وقفت نص الشارع وخلاه اوراع كطسات تعبانه يعني انت دائما تشتغل عندك تاكسي تشتغل داخل الكراده يعني الكراده وشغل دائما تاكسي فالكراده يعني تغيرت مو مثل قبل استاذنا العزيز يعني هسه ذاك اليوم جبناه على اكو مدرسه هنا جابر بن حيان نعم. فتحت تقريبا ب 2017 بارع عبرت من يمها كاتبين العقار للبيع زين دول اللي داوموا 4 سنين او 3 سنوات شنو ذنبهم خطي الطلاب هاي هم رساله توصل لنا اياها وزاره التربيه والكراده ان شاء الله نتامل بها ترجع مثل قبل واحسن ان شاء الله بهل الله بس لكن هي كخدمات ماكو ايش يعني هسه المطر احنا خايفين من عنده كسواق تاكسي نجي على المطر لان هم شوارع تفير رزقنا ينقطع وايضا كرواتبها بنفس الحاله من تدري من ياخر اكو عالم 80% العفو على الرواتب فمن ياخر راتب حركه راح تقل حتى سواق تاكسي العالم قلت ما تطلع لان ماكو رواتب يقول لك قاعد بالبيت وانت هاي رساله شكرا لك شكرا لك ايش عندك عمو تعال
احكي لك عن الخدمات اللي بالكرادة. انت شنو تشتغل هنا؟ اي انا اشتغل عندي معمل مال. زين انت طالب مدرسه؟ اي طالب مدرسه صف ثاني متوسط. وبالعطله تشتغل؟ اي بالعطله اشتغل. هسه راح يجي دوام بعد؟ اي باكر اجي دوام، فدا ادور على عمال ماكو. يا هلا اجيبه للظهر بطل. خدمات ماكو، شارع ما مبلطيها، كل ما تمطر المي يطب لي للمحل. اي فماكو يعني بس تمطر ماكو، اعزل المحل وارجع لان ما حد يجيني. شكرا لك، شكرا. يعني بقى هنا يمكن احد من اهل الكراده. بس روح. لا لا هيك حكي عادي، حكي عادي. شلون الامور؟ السلام عليكم. الله يخليك. شنو الكراده؟ احكي لي انت من اهل الكراده. الكراده احلى احلى رواق. كله تمام. انت يعني جاي من خارج العراق بس ساكن بهالمنطقه؟ اي ساكن بهالمنطقه. اي صحيح. شلون الشغل هنا تشوفه؟ والله تمام. بالعراق؟ والله الحمد لله زين. ماشي الامور. حلو هاي زين. بلدك الثاني شرفت. حبيبي الله. شكرا لك. يعني من الكراده بلا عنوان مستمرين ان شاء الله، وراح ننتقل الى اكثر من مكان واكثر من شارع او منطقه لنتحدث مع المواطنين ونشوف ايش عندهم معاناه وايش عندهم هموم ممكن ينقلوها من خلال بلا عنوان وشاشه قناه التغيير. هذا شارع الكرادة معروف، يعني الكرادة داخل بوجود البسطات والشنابر اللي يعني تبيع الملابس وكل المستلزمات ربما. لذلك راح نشوف بالكرادة الأجواء، الشغل شلون تمشي الأمور هنا، بالإضافة إلى موضوع يعني البلدية والشنابر هذه وسمحوا لهم بالعمل أخيرا. يعني السلام عليكم، شلون الصحة؟ شيخ بارك الله يسلمك. شنو شغلك؟ شنو الأمور عندك؟ والله الأمور هي نفسها، شغلي كل نفس كل يوم نفتح، تعرف انت سوق تجاري. أي. يومين نفتح مركز هنا، مركز تجاري. مركز المدينه هذا سوق الكرادة. قديم انت هنا؟ قديم اي من زمان. زين شلون الحركه مال الشارع مال سوق؟ والله تمام، بدت يعني ترجع لاوضاع طبيعيه كانك شيء ما صاير. فتعرف انت قبل فتره سوق ماكو، رواتب ماكو. نعم. فالعالم هسه ساعدت على مود الرواتب، رجع السوق احتيادي وطبيعي الحمد لله والشكر. زين انتوا اليوم سمحوا لكم هنا يمكن البلديه خلاص انتهى الموضوع؟ الحمد لله ما مذينا حد يعني. أي. من يشوفون هديه اكو عندكم يمكن فد قوانين محدده مساحه بالنظافه؟ اكيد اكيد نظافه مساحه، اذا صار المكان واسع احد يحكي وياك. نعم. بس لا اذا تجاوزت على السوق لا، لان نعم. ممر هذا وتعرف التعالم ويصير ازدحام بالليل وسوق. فننظرهم. نعم. تأذيهم يعني قصدك انه ما تسد الشارع؟ اكيد 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 اكيد. وهم متعاونين البلديه؟ لا متعاونين ويانا الحمد لله. يعني بدون مجامله؟ لا لا بدون مجامله، ما يقصرون ويانا. فهو من يمك انت تريد تأذيهم وما ياذوك، تريد تصير وياهم زين يصيرون وياك زين. فالحمد لله وشكر ما حد ماذينا. ودائما موجوده مثلا دورياتهم او شيء يفترون عليكم؟ موجوده اكيد. لا مو يعني يفترون علينا، الامان انه يعني يفترون يجون يعني ترتيب اكيد اكيد. نظامهم هم نظامهم واجبهم. زين هسه انت هذا الموسم موسم الشتاء اجى يمكن امطار، شلون شغلك راح يصير؟ والله شغلي من تمطر اغطيهن يفك المطر ارجع ويرجع السوق احتياط يعني. هذا الشارع يغرق؟ لا 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 ما يغرق. تعرف انت المياه مالته موسعه يعني ما يبقى مركد المي. والحمد لله والشكر. شكرا لك. على عيوني. على مرحبا. راح نستمر نلتقي ببعض اصحاب البسطات يحدثونا عن شغلهم عن حياتهم وتعامل البلدية وياهم وأيضا تعاونهم مع البلدية أيضا في فسح مجال المواطن بالشارع على الرصيف. هاي النقطة الرئيسية أنه هو هذا رصيف يعني يمشي عليه المواطن، يكون مجال له يمر على المحلات، وبنفس الوقت هو دا يشتغل يكون على الرصيف وقريب على الشارع، لا يتجاوز على الشارع ولا على الرصيف. لذلك هذه بعض النقاط اللي يهتم بها أغلب الباعة المتجولين هنا في هاي المنطقة حتى يستمرون في يعني اداء عملهم. ايش قصر لك انت هنا بالكراده تفتح؟ سنتين ونص. هنا على الرصيف؟ اي. شلون الشغل وياك؟ شلون الامور؟ الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر، نعمه طالعه. زين البلديه تسمح لكم وماشيه الامور؟ والله هو حسب القانون يعني. والله من المباراه لحد اليوم ما يحجون. نعم. اي بس بعد الايام الجايه ما نعرف. لا ان شاء الله انتم على باب الله يعني. نعم. ويعني لازم يكون لكم مكان تشتغلون به كشباب بالنهايه. شلون شغلك هالايام رزقك؟ والله الحمد لله والشكر نعمه. الحمد لله والشكر. اكو شيء هموم عقبات عندك ملاحظات؟ لا الحمد لله والشكر. ماشي الامور؟ ماشي الامور. يلا الله يرزقك ان شاء الله. اجمعين حبيبي. شكرا حبيبي.
السلام عليكم. شلون الصحه؟ من اهل الكراده؟ لا لا مو زين. تجي دائما هنا تتسوق وتمر بالكراده؟ طبعا. رايك بهذا السوق بهذا الشارع؟ لا هذا بعد هو بعد سوق شعب هذا يعتبر هذا السوق. وشغلات اللي بيها ارخص من باقي المناطق وشغلات مرتبه حلوه شبابيه. اي يعني على مود ثاني جنس سوق. هو يمكن اهل بغداد عندهم يعني هذا مركز الكراده الشارع كراده داخل الشباب خصوصا اكثر شيء يمكن يجون يشترون منه. هو اكثر شيء وحتى يعني حتى مال العوائل يعني مو بس شبابيه يعني منطقه حلوه وناس طيبين ومنطقه امان ويعني قله يعني حتى ما بالتحرش ما تحرش نساء ماكو يعني يقدر العائله العراقيه يفتر هنا ما بي كلش كان. نعم. اي شلون انت تشوف كجنابر منظمين اليوم؟ لا منظمين لا منظمين يعني لا متجاوزين على 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 طريق. نعم. اي وهذا باب رزق. باب رزق فعلا يعني هم على باب الله واكثرهم شباب عاطلين. بالعكس احنا دا نشوف يعني تتباوع عليهم اكثريتهم ترى خريجين يعني ترى بغير دول تلقى هذا الشخص يعني عنده مكانه بغير الدوله. بس هاي بعد ما عنده مكان هنا هو. لذلك احنا حتى الجهات الرسميه والبلديه وغيرها يعني عينكم على هاي العالم. يعني هاي الناس ترى على باب الله والله ما امكن يعني هسه هذا فاتح له كم عائله. نعم. هذا الكمبر كم عائله فاتح له. زين يعني هسه احنا صايرين بس المتعين جاي يشتغل صح لو لا يعني بس العده راتب زين هذا دخله محدود. نعم. اذا اجى شالوا منان وين يطوجه؟ نعم. وين يروح؟ راح تصير ترى هو شغلات بيه. احنا تحدثنا مع بعضهم قالوا انه متعاونين ويانا البلديه والوضع زين يعني احنا بالعكس والله احنا نطلب من البلديه كن يعاونون هاي العائله اكيد اكيد زين ويعني مكاناتهم مرتبه وعوائل على قولتك يعني عوائل كثيره عايشه يمكن على كل بسطه من هاي البلديه شلون هو عائله يعني ستتباوع عليه صارت فتره رواتب ماكو حتى هم شغلهم وقف لان هسه الدوله مالتك يعني شلون اقول لك خلي يوفروا لهم المكان زين على مود كل من ياكل رزقه. نعم. هذا الصاير اللي نعم. شكرا لك شكرا لك يومك سعيد. سوق الكراده داخل ببسطاته بمحلاته يعني من الايقونات المميزه في بغداد ومن العلامات المميزه كمراكز تجاريه في بغداد. احكي لي شنو تبيع وشنو شغلك انت؟ والله انا شغلتي عامل هنا ابيع ملابس. نعم. يعني مثل ما جاي شوف الوضع يوم مطر يوم مدري شنو والدوله ما جاي تساعد على هذا. ما جاي الحين المواطن يعني لا تقدر لا تعطي راتب رواتب ماكو واحنا شغلنا بس على الرواتب يعني اذا المواطن ما عنده راتب منين يشتري المواطن؟ رواتب ماكو يعني واحنا يومياتنا ذا شغل ماكو يومياتنا قليله يومياتنا 10 و15 و20 يعني ما ثابته يعني مثل ما جاي يشوف يعني الدوله لو ساعدت تعطي راتب احنا لا شغلنا ماشي راتب ماكو نريد من الدوله تعطينا راتب. زين انتم هنا نسمح لكم انه تشتغلون يمكن بالنهايه كبسطات منطقه الكراده؟ والله هم يوم فلوس يوم ماكو يوم يعني هم يردون يعني هم انا يجون مثلا اكو مضايقات من البلديه او شيء؟ ذاك يوم اجوا عزلونا وهم بوس عمك بوس خالك قوة رجعونا وماشي الامور يعني انتم على باب الله هنا رزقكم اليومي عايشين على هذه البسطات يعني احنا اذا مطلت اليوم ينقطع رزقنا نروح لهم رزقنا يومي. وشلون الحركه بالكراده هالايام؟ يعني مع الموسم هذا والله عالم مع الكورونا عالم الثقاف يعني البارحة انفجارين قبل انفجارين على هاي التقاط على الاشراق هنا انفجار يعني وين العالم تروح؟ أم العالم يعني الثقاف احداث شوي احداث كورونا وانفجارات على وين تروح؟ أم تخاف تبقى قاعده ببيوتها ما تشتري. يلا شكرا لك شكرا حبيب. شكرا لك. الكراده داخل المحلات والبسطات يعني ما شاء الله السوق حلو والحركه حلوه. شلون الامور عندكم انتم كاصحاب محلات؟ والله السوق حاليا شويه واقف لان احنا شغلنا على الكليات والدوام المدارس حاليا السوق تعبان باي مكان السوق تعب. اولا الازمه مال الدوله شغله الرواتب ماكو لان يوميه مأخري 10 ايام 15 يوم احنا اعتمادنا هسه الدوله كلها معتمده على النفط اذا نفط انتهى يعني بعد ماكو رواتب. قبل بزمن ذاك الوقت الراح كان معتمد على الزراعه على الصناعه فهسه وقتنا ما معتمدين على الصناعه والزراعه دمروا الزراعه دمروا الصناعه هسه معتمدين بس على النفط. حاليا البلد كله احواله متدهوره يعني هسه احنا اكو رواتب ماكو رواتب فاحنا معتمدين كل السوق او ابو المخضر او بالملابس اي شغله معتمده على الرواتب لان شنو واحد يوصل
الشغل إله. زين، احنا نريد نلتقي في، راح نلتقي ببلدية الكرادة. شو انت تشوف الخدمات البلدية ضمن هاي المنطقة؟ والله ضعيفة، لان البلدية اقول لك انا ما عندي لا آليات، لا عندي رواتب زينة للموظفين، لا عندي كادر يطلع ينظف لي. كان الشركة لازمته بنغلاديش بيها يفجون ينظفون. هسه حاليا تنظيف بين يوم ويوم. هل تشوف انت الوضعية؟ يعني الوضعية مو تمام. الشارع العام شفناه نظيف يعني. هاي بس الشارع العام ينظفوه بالليل وها هي، بس الافرع لا. ما توصلها بلدية، قليل يعني. زين، بالنسبة لأصحاب البسطات حاليا اللي يشتغلون براحتهم يمكن ماكو مضايقات؟ والله من بدأت المظاهرات كانوا مانعيهم، من بدأت المظاهرات رجعوا أهل البسطيات، هم عندهم عوائل، عالم عايش على البسطيات. نعم، هذول بالنهاية عراقيين يعني لازم نلقي لهم طبعا حلول، نعطي حل يعوف البسطية، بس هو ماكو حل. شنو هو الحل اللي يسوي الهيا؟ هو رواتب مال موظف قانوني ما جاي ينطي المدني. لازم هو يساعد المدني، لأن المدني أكثر من الموظف نقول. شكرا لك حبيبي، شكرا شكرا لك. ومن خلال تجوالنا يعني في قاطع الكرادة ويعني الفروع الداخلية والشوارع الرئيسية، التقينا بالست رئيس قسم التجاوزات في بلدية الكرادة. تحدثنا أكثر وتعرفنا عن نفسها ست، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. مديحة الحسن الموسوي، رئيس قسم التجاوزات والمخالفات البنائية في بلدية الكرادة. بلدية الكرادة مساحة كبيرة وواسعة. أكيد. معروف. شنو نوع عملكم أنت كقسم التجاوزات ضمن بلدية الكرادة؟ قسم التجاوزات هو على المخالفات البنائية اللي بدون موافقات، وأضافة إلى التجاوزات اللي موجودة على الرصيف من قبل أصحاب المحلات أو البيوت أيضاً. ممكن اي محل هسه مثل ما شفت انه يخلون القطع باللوحه الاعلانات، لوحات الاعلانيه اللي داخل نهر الشارع، وهذا مخالف للقانون. فقسم التجاوزات اذا كانت هناك مثل بالنسبه للمخالفات البنائيه يتم انذارها لان تعرف انه هذا ملك خاص. اما بالنسبه للمخالفات اللي على الرصيف لا تزال، يعني بدون ما تنطي انذار، لان هي اصلا ملك لامانه بغداد. المحلات التجاريه هي اي اصلا ده تدفع رسوم اعلان الى البلديه والى الامانه، فاحنا شلون نجي نزيل بعدين القطع مالهم؟ لا، بالنسبه تعرف انه امانه بغداد مطيتها المستثمر لشركه عراق الخير بالنسبه للوحات الاعلانيه. فالمفروض انه صاحب المحل يعني اليوم اللي يريد يسوي لوحات اعلانيه يروح من خلال الشركه خاصه. بالضبط، هي اخذت استثمار من امانه بغداد، شركه مرخصه يعني. هي شركه عراق الخير هي مسؤوله عن وضع الاعلانات بالشوارع بطريقه مرتبه. فعلى صاحب المحل، اي محل تجاري، يروح لهذه الشركه ومن خلالها هي توضع الاعلان بالطريقه اللي هي متفقه مع امانه بغداد حسب العقد المبرم بينهما. زين، احنا اليوم بنشوف عدد المحلات التجاريه، الشوارع الداخليه بالكراده اليوم اغلبها مغلقه بطابوق وبحصو وبانقاض بناء. فاجراءكم بهذا الموضوع يعني، هاي الشوارع ضيقه بحيث ما تقدر السيارات تتحرك بسبب يعني هسه البناء الجديده. احسن الجديد. يعني هسه احنا تم رفع هذه مصادره المواد اللي موجوده هي على نهر الشارع، اما اذا بداخل القطعه فلا هذه إله. واذا كان غير مرخص ايقاف العمل بالصبات، يعني مثل ما حدث اليوم اذا تحب نزود حضرتك بالصور، موقع لهدم البنايات بدون موافقات رسميه، يعني بناء دور خاصه بس عليه انه يقدم طلب الى قسم الاجازات والرخص، قسم اخر يحصل على موافقة حتى ممكن أنه يهدم ويزيل المواد مالته. لكن إحنا نتفاجأ بالمواطنين اللي هي عدم دراية أو عدم إدراك الموضوع، أنه يجيب بوكلاين ويبدي يفلش وبعدين إحنا نتفاجأ به. فالبارحة بالليل إحنا موقفين عدة دور يعني بالكرادة، وخاصة في شارع 62-42، واليوم الصبح تم إغلاق المحل بصبات الموقع العفو. المواطن هو أيضا من يكون عنده إجازة بناء من البلدية، يعني أنتوا تطلبوها قبل ما أكيد. بأي إجراء؟ يعني لا، احنا شوفوا المواطن قبل لا انه القطعه مال الارض ان اشتراها او كانت مثل اذا بناء قديم طبعا يقدم موافقه ياخذ بهدم الدار. نعم. وبعد ذلك يقدم على اجازه. نعم. من تطلع على الاجازه من حقه انه يدخل مواد، من حقه انه يشتغل، بس بنفس الوقت انه يحافظ على الطريق الماره. يعني تعرف انه اكثر الاغلب الازقه في كراده داخل المحلات اللي هي 907 905 تكون كلش ضيقه جدا، فانه يحافظ على انسيابيه الشارع، مثلا انه يذب المواد بالليل ويدخلها داخل الموقع المخصص له. لكن للاسف يعني التعاون قليل مع المواطن، فلهذا تشوف انه ناس تشتكي وبنفس الوقت انه الامانه
يعني نخرج ننفذ يعني برفع هذه المواد اللي موجوده على نهر الشارع. يعني هو اكو انتقاد لكم كإزالة تجاوزات انه دائما ما تنذرون ما تنطون انذار لابو المحل لابو الاسواق لابو الشيء اللي حاط غرابه برا، يعني اللي حاط غرابه على الرصيف هو تجاوز على الرصيف، واحنا مرات نقول انه هو هذا يعني على باب الله، فليش ما نوجهه كم مره انه مره مرتين وممكن بعدها ناخذ اجراء بمصادره ورفع هذه التجاوزات. اذا تتفضل وياي للقسم كل المحلات كراده خارج كراده داخل المسرح الوطني كلها نعطيها انذارات. نعم كلها نعطيها انذارات مرتين يعني لمده 48 ساعه ومنتهي الانذار، بس هو من تطي انذار عباله بس فقط انه حبر على ورق. ولهذا انه اللي صارت الازاله يوم الاربعاء والخميس بالنسبه لاصحاب المحلات وخاصه كراده خارج والمسرح الوطني جانا بها توجيه من مكتب السيد الامين يعني. فمن انت نهر الرصيف مال الشارع ما يحتاج تطي انذار لان هو مو ملك رسمي، تطي فقط لابو المحل. صراحه اقاطعك بهالنقطه انه مرات حتى المواطن ماكو مكان يمشي خلاص، يعني انتوا احنا المفروض انتوا كسلطه رابعه يعني انه تجون تشوفون شنو القانون اللي تعمل به امانه بغداد حتى على مود نتعاون. ترى حتى احنا كامانه بغداد اذا مو تساندنا المواطن والسلطه الرابعه ما نقدر ننفذ، لان المواطن العفو استاذ لان المواطن بحاجه الى توعيه. يا اهل يجي وقال لك مو هذا محلي، يابا مو الرصيف، الرصيف ليس ملك إلك. بعدين اكو قانون، احنا عندنا ثلاث قوانين نعمل بيها اللي هي عده قوانين العفو، من ضمنها قانون 13، قانون 154، قانون 296. هذا المحاسبه على الرصيف اصلا هي المفروض تصادر ويغلق المحل، ولكن احنا لين تعرف انه بهاي الظروف نقول الوضع الاقتصادي وسبب جائحه كورونا يعني متعاونين مع المواطن، بس بنفس الوقت المواطن متعاون وياك بالكلام بس كفعل لا. يعني اليوم تزيله وترجعه، طبعا احنا عندنا دوام صباحي ومسائي، يرجعوهم بس ورا تروح ورا ساعه يرجع نفس العرض. تجي تحكي وياهم يا بامو هذا ما يصير، اي والله نلتزم مو فلان مطلع العرض مالته. نقول نريد المواطن يعرف اللي له واللي عليه. ابو المحل اليوم يعني من خلال برنامج بلا عنوان احنا بدنا نوضح للمواطن يعني هذه المراحل، نريد يعرف اللي له واللي عليه، يعني حتى لا ينظلم المواطن بالضبط. رساله لكل المواطنين في بغداد وليس في الكراده انه المحل العرض خارج المحل ممنوع. يعني ماكو مساحة محددة؟ احنا اعطيناهم ككرادة بموافقة السيد المدير العام والسادة المعاونين اعطيناهم متر خارج المحل مالته. نعم. يا اخي والله حتى مرات تعمم على كل الكرادة؟ والله العظيم حتى ما يحتاج يعرض متر، تدري ليش؟ يعني انت حتى تاخذ حريتك بالنظر، يعني انا من ناحية يعني تصميم. نعم. انه انت من تشوف المنظر بالشارع المشوه حتى عينك ما تعرف تختار يا مادة. نعم. بس هم للأسف يعني انه خلاص هو يعرض برا يعني عباله انه من عرض راح تجي عليه الزبائن اكثر. نعم. ولكن من تخلي انت الرصيف فارق والمحل الناس ممكن تتجول وتجي للمحل عفوا تختار البضاعه اللي هي تريدها. نعم. بعدين انه احنا اصحاب المحلات ما عندناها قانون ايجار رصيف. نعم. الايجار الرصيف فقط، هم هذه من خلال قناتكم المؤقره، ايجار الرصيف فقط لاصحاب المطاعم. لأصحاب المقاهي كوفي شوبات هذا رسمي قانونا أنه من حقه يأجر الرصيف، بس مع هذا يترك لازم مسافة. وهمين دعوة من خلال قناتكم، يعني للأسف حتى صاحب المطعم اللي هو دافع إيجار رصيف يعني مثلا يجي يقول لك مو أنا زارع أشجار، يا أخي مو المارة شلون يفوت؟ يعني لازم تنزل نهر الشارع يلا تمشي. احنا عندنا فد رينج للاسعار ايجار الرصيف يعني هذه ما اعرف بيها يعني كارقام يراجع كمساحات يعني اي من حق لا هي بس فقط المساحه اللي تخص يعني امام محل كشف يطلع كشف عليها بالضبط. هذه خاصه بالاجازات. نعم. والرخص البنائيه. نعم. مهندسه نيران هي مديره القسم. اليوم بس انا بدي اعطيك فكره انه انا محلي يعني مثلا المطعم مالتي بحدود المطعم مالتي ما يصير اخذ جيراني، اما تكون يعني لصعود السيارات يعني كبارك الى امام محل، بس يترك لازم طريق للمارة على الأقل متر ونص. نعم. يعني لازم بس للأسف يعني تشوفها مأجر رصيف، ولهذا إحنا نفرض غرامات. نعم. إنه مأجر رصيف بس ماخذه ما تارك مسافة للمواطن أصلاً ما يفكر خلاص إنه كل واحد ومصلحته. نعم. فأتمنى من خلال يعني تزورون مكانات وتشوفوها. نعم. وتكون توجهون المواطنين إنه عليهم التزام بقوانين أمانة بغداد. نعم اليوم عندنا البسطات مال الكرادة داخل صار عليها إشكالات عدة وطلعوا الظاهرة وقبل فترة ومنعوا ورجعوا، يعني هذول همينا عندهم عوائل وناس تريد على باب الله ويمكن هذا رزقهم من سنوات، يعني معروفة الكرادة داخل بهذا الموضوع، فشنو إجراءكم الأخير؟ إحنا بصراحة هسه الآن عملنا هو على المحلات والدور السكنية، أما بالنسبة للبسطيات هو فقط ترتيب وتنظيم. نعم. لأن حسب توجيه السيد مسموح لهم حالياً حسب توجيه السيد أمين بغداد
انه توجيه يعني تنظيم وترتيب البسطيات على كل شخص، انه بسطيته متر مثلا انه تكون ناصيه ويحافظ على المكان، وايضا هم يراعي مرور الماره، الرصيف، عدم النزول للشارع. بس للاسف يعني هم مدى نلقى تعاون وياهم، رغم انه لحين وقرار او توجيه السيد الامين جدا واضح انه الان ترتيب وتنظيم لحين ايجاد البديل. عندما يجد البديل اكيد هناك يعني قرار حلول اخرى. طيب يدفعون شيء للبلديه حاليا؟ لا لا اصحاب البسطيات لا، يعني للاسف، لان انت اذا تاخذ من عنده يعني بس فقط اصحاب المحلات اللي هم ينطون جبايه مهنه ونظافه، يعني اجور نظافه لكل اصحاب المحلات اللي موجودين، بس بالنسبه لاصحاب البسطيات حاليا لا. احنا نشكرك. لا لا عفوا، نشكر تواجدك ويانا. تسلم، الله يخليك. نتمنىكم الموفقيه، وايضا نتمنى انه يعني بين القانون وبين مراعاه المواطن اكو فد موازنه ان شاء الله، اللي بخير قدم رب العالمين. شكرا جزيلا. مديحه المساوي، رئيس قسم التجاوزات والمخالفات. تشرفنا ست مديحه. اهلا وسهلا. شكرا لك. اذا راح نستمر ايضا في هذه يعني في هذه التغطيه او في هذه الحلقه حول منطقه الكراده، راح نتحدث ايضا مع يعني مدراء في البلديه في بلديه الكراده حتى نشوف واجباتهم ونشوف كذلك شلون تعاون المواطن وما تقدمه هذه الدائره ايضا من خدمات المواطن. بلا عنوان والجهد الخدمي لمنطقه الكراده، راح نسلط الضوء اليوم على الخدمات المقدمه من بلديه الكراده لهذا الشارع وتحديدا يعني ساحه كهرمانة، وهذا التقاطع الرئيسي في منطقه الكراده. لذلك راح نلتقي بالاستاذ يعقوب مدير قسم النظافه في بلديه الكراده، يحدثنا عن العمل اليومي والاجراءات اللي يقومون بها يوميا ضمن الكوادر اللي معاه، الشباب اللي موجودين وياهم، الكادر اللي يعمل معاه في منطقه الكراده والتابع لبلديه الكراده. عرفنا بنفسك استاذ يعقوب اكثر. طبعا نرحب بقناه تغيير لتسليط الضوء على اعمال بلديه الكراده. طبعا البلديات كلها عملها واحد. انا اريد اول شيء تعرفني اسم حضرتك. يعقوب محمود مطار، رئيس قسم النظافه بلديه الكراده. نعم، تشرفنا. الله يسلمك، الله يبارك بك. طبعا الاعمال اللي نقوم بها صراحه، احنا تبدا عندنا عمل القسم النظافه، تبدا عندنا الاليات من الساعه 5 صباحا او بال 4:30 صباحا فجرا لحد الساعه بالثاني يوم الصبح، لان مدار 24 ساعه على مدار 4 شفتات. طبعا دخول الكابسات للمحلات وللزقه والشوارع الرئيسيه لرفع النفايات وتخفيف كاهل المواطن، هذا بما يخص الكابسات. طبعا اما بخصوص العمال تنزل يوميا الساعه بال 4:30 للشوارع الرئيسيه لغرض تنظيف الكترات الجزرات الوسطيه، بالاضافه عندنا الى عمل الكناسه وغسل الشوارع الرئيسيه بالغسل الشوارع بالتناكر الغسل. هذا طبعا توجيه يومي ثابت بالنسبه لبلديه الكراده، وعندنا قاطع الزعفراني هم كذلك، لان قاطع الزعفراني تابع لبلديه الكراده. نفس الجهد ونفس العمل ونفس الـ نفس الـ طيب التوجيه. استاذ يعقوب، نعم، احنا التقينا بالمواطنين. نعم. بمنطقه الكراده. نعم. وفي عده ازقه. نعم. شكوا من موضوع النظافه انه اكو ازقه داخليه. نعم. يعني يتحدثون انه بها اكوام نفايات. نعم. يمكن ما تقدر توصلها كابساتكم او شيء، فاكو هذا يعني هاي الملاحظات وهاي الانتقادات توجهت لكم، فاحنا نريد اليوم حق الرد لكم. نعم. مكفول انه تشوفون هاي الحاله، ليش يعني ليش المواطن دا يشكي بعد، يعني رغم اللي تحدثت به حضرتك لكن اكو شكاوي. نعم، كل مواطن له حق يشكي اللي عنده. احنا صراحه احنا بلديه الكراده عندنا كل محله مخصصه لها كابسه، المحله 901 مخصصه كابسه، محله 903 مخصصه كابسه. نعم نعم، كابسه كازقه احكي لك، هذا مو كشوارع. نعم. كازقه، لان احنا نحسب على عدد الازقه وعدد الاطنان اللي يرفعها الكابسه. ابو كابسه عنده مثل خلينا نقول الكابسات، احنا 901 تدخل كابسه صغيره مو كبيره، لان الازقه ما تضيقه. الكابسه تحمل حوالي ما يقارب 3 طن. احنا مخصصين الكابسه لهذا المحله هي اللي تحمل 2.5 طن تقريبا، فباقي تكمله الحمل ناخذه من الشوارع الرئيسيه. كل محله عندك 903 ثلاث كابسات، 905 كابستين، خمس كابسات بمحله 905 903. المتروكه كذلك اللي تابعه المحله 903 مخصصين كابسه. كل الازقه على مدار صباحي ومسائي تعمل بها داخل الكابسات. عندنا اكو مواطن، يعني المواطن الكرادي صراحه تعرف انت التعداد السكاني صار بالكراده، البيت صار 4 بيوت. نعم. تقطعت البيوت، صارت الوضعيه يعني صار زخم سكاني بداخل بلديه الكراده. احنا بهالحاله هذا اكو مواطنين، اغلب المواطنين الساكنين بالكراده هم موظفين. فالموظف الكابسه من تمر عنده
هو تعرف انت الموظف يكون في دوامه زين انا ما عندي ابو كابس يطفر على البيت او يكسر باب او هذا هو يدق باب وعنده مسار ثابت هو مسار صباح ومسائي عنده الصباح وعنده المسائي ليش بهذا الوقت ما خرج النفايات مالته هم يعرفونهم حتى بالاسماء يعني السواق الكابسات احنا ثابتين يعني بالاسماء ثابتين عندنا الشوارع الرئيسيه مخصصه لكابسات خاصه الى زقه ما تطلع من الكابسه يعني يروح يكمل حمله يروح يفرغ بالمكبس دوريا ويرجع من المكبس يديم الزقه ويديم الشوارع اللي هو مخصص له لاحظنا عدم وجود حاويات داخل الزقه ما نخلي احنا لانه احنا انا مخصص له كابسه المواطن وثينا الافرع ضيقه شلون يعني اسوي مطمر ما نفايق ضيقه يعني مو بضيقه بالافرع ضيقه ما يصير استاذي لان احنا انا كابسه مخصصه المواطن لا شوارع رئيسيه موجود بها حاويات على يعني احنا نقيس النفايات المكان المخصص مو ننشر حي شيء عشوائي يعني مثل هذا المحل يحتاج حاويه نخلي قباله حاويه ونبلغه بالمحل هاي الحاويه انت مسؤول عليها وعن نظافتها طبعا صراحه اهل الكراده تعرف انت المواطن اذا ما يكون هو 70% على المواطن و30% على البلديه المواطن لازم يكون يساهم بنظافه مدينته شلون راح تقول لي شلون انا ما عندي عمال تكفي ادخل كل الازقه مال الكراده يعني عندي ازقه هوايه محلات هوايه أنا عندي العمال محدودة شوارع رئيسية أسوي نظام حملات حسب توجيهات السيد المدير العام السيد الوكيل البلدي السيد أمين بغداد عندنا نظام حملات الأزقة يومياً مثل أربع أزقة تعرف بين ما نتعدى هاي الأزقة هاي توصلها جزء المسافة أسبوع يعني أسبوع إذا توصلها السرة مالتها ما عندي عمال تكفي أن يغطي كل الأزقة مال الكرادة المفروض كل مواطن يطلع باب بيته يكنس وينظف ويخلي حاوية قبال بيته ويخليها برا أغلب المواطنين الموجودين ببلدية كرادة يخلون حاويات مالتهم داخل البيوت إحنا أبو الكابسة من يدخل صراحه ويلقى الموظف موجود بداخل يعني دارته شلون اقدر اخرج الحاويه مالته انا بهذا لازم يكون اكو تعاون من المواطن هذا الحل الوحيد قبل يعني عندي شكوى امس 911 زقاق 19 قالوا لي كابسه ما مره قلت لهم انطوني رقم الدار رحت انا بنفسي اليوم الصبح طبيت على المحله الكابسه كلها رافع على هذا البيت الوحيد ما رافع اللي هو مشتكي اصلا هو ما موجود يعني من الصبح لحد الساعه بالخمسة العصر هو ما طلع حاول يعني انتم تتابعون هاي النوع من شكاوى المواطنين بالضبط احنا هذا متابع مو بس هذا عندنا مكتب اعلامي يتابع شكاوى المواطنين اللي هو تعرف انت الشيماء متخصصه بهذا الموضوع وعندنا مكتب شكاوى المواطنين عندنا مكتب شكاوى بامانه بغداد احنا بالنسبه لي عندي مدراء شعب اربعه هم نريد نتعرف عليهم عندي مدير شعبه علي حسن سلمان نعم مدير قسم الخياطه نعم مهند يوسف هاشم مدير قاطع الواثق الشباب هنا هم مدراء قواطع مدراء شعب هم يديرون القواطع صراحه وهم يتابعون عملهم لان تدري عندهم جوله ميدانيه الصبح يتابعون كل الازقه الافروع الشوارع الرئيسيه نظافه العمال العامل وين يحتاج مثلا حمله بزقاق يشوفوه تعبان حسب تقديرهم يشوفون المكان. حسب التقدير اللي هو شخصه او مرات انا مدير قسم النظافه جول بالقاطع اوجه على توجيه هذا موضوع موضوع ثاني اكو لازم اسلط الضوء عليه اللي هو موجود بالزعفراني وبالكراده موضوع الانقاذ انا دا اشكي من الانقاذ اللي دا يذبوها المواطنين بالشوارع الرئيسيه وبالزقه يا اخي هذا دا ادخل شفل الشفل دا يضر لي رصيف دا يضر لي شبكه مجاري دا يضر لي شبكه امطار يعني المواطن المفروض من يرمم بيته مو اذبها بالشارع ينتظر بالبلديه يشيل اللي هي المفروض يجيب له سياره اليه صغيره كيه يرفع الانقاذ مالته احنا اختصاصنا نفايات والله يوميه ما يقارب اربع شحنات من كل مركز بلدي انا اشيل بس انقاذ وزرع قطع يعني مخلفات زراعيه احنا راح نتحدث ويا الشباب ونرجع نتحدث وياك على موضوع الامطار وشبكات مياه الامطار وكيفيه ادارتها في ظل الظروف الحاليه والموسم جاي اي قاطع مسؤول عليه حضرتك والمناطق قاطع رخيت العب زين شنو نشاطكم به حاليا احنا مثل ما قال السيد مدير قسم النظافه سعد يعقوب نداوم الساعه بالخمسة الصبح يبدا العمل مالنا كابسات عمال تنتشر بالشوارع الرئيسية شعبية يمكن المنطقة أكثر. أكيد المنطقة شعبية وكلها تجارية بالأخص وأكثريتها مخازن فكثرة النفايات بها يعني مو طبيعية بالكرادة زين فإحنا من الخمسة ونص نبدأ الصبح بالخمسة العفو نبدأ الصبح لحد الساعة ثاني يوم الصبح لأن عندنا أربع شفتات شفت يسلم الشفت شفت يسلم الشفت أعداد الناس اللي تشتغل وياك كمنظفين كسيارات كخدمات يعني انا عندي 27 عامل نظافه ذولا مستمرين بالشغل ذولا مستمرين وياي بالعمل مو كلهم عمال يعني نعم. لا بيهم نعم. الكاتب بيهم مثلا المراقب نعم. بيهم مثلا الكاتب عندنا مثل موظفات اجر يومي نعم.
تعرف يعني فتتقسم يعني عدد العمال الفعليين الاصيليين الموجود عندنا مثلا بالشوارع الرئيسيه هو ما يقارب 14 عامل 15 عامل. زين انا هاي ال 14 عامل مو قليله؟ قليله جدا قليله جدا. شنو ما عندكم تخصيص مالي؟ ما عندنا بس التخصيص. ولا انتم تحتاجون يعني؟ لا نحتاج عمال هواي. موضوع ثاني استاذي، نعم. احنا لازم بالخطه يومين نغيب 6 عمال. ليش؟ يعني الخطه مالتنا 24 يوم، لازم اكمل 30 يوم اذا طلع عمال كامل، لازم اغيب من العمال حتى صعد عامل باقي الشهر. فهيك يصير عندنا موضوع. يعني تعرف التخصيص المالي انا مجبور ما اقدر تغيبه، راح ينحسب عليه غياب، ينقطع من راتبه. لا لا ما ينقطع من راتبه، مو هي الخطه مالته 24 يوم، انا شغله 24 يوم، عندي 6 ايام الباقيه ياخذها استراحه كانه. لا الست ايام الباقيه لازم اغيب على مود اصعد بالست ايام الباقيه. ليش؟ على مود اكمل الشهر نظافه، بدل ما يتلكع عندي القاطع احاول اناور بهذا الموضوع. فاضطر اغيب العمال على مود اصعد بالخطه. استاذ مهند تفضل حضرتك، يعني سولف لي عن قاطعك انت ايضا. مسؤول مركز بلدي قاطع الواثق، سنادا للتوجيهات العليا سيد أمين بغداد والسيد الوكيل المحترم سيد مدير عام، والتأكيدات والتوجيهات من السيد رئيس قسم النظافة بالتكثيف الجهود وإبذال أقصى الخدمات لأهالي الكرادة. ضمن أعمالنا تتضمن أعمال الكنس والرفع والغسل بالجهد الآلي والبشري على مدار 4 شفتات، الشفت الصباحي والمسائي والليل وبعد منتصف الليل. أعمالنا ضمن الشوارع الرئيسية ضمن قاطع الواثق منطقة، يعني ساحة الواثق والشوارع تجارية 52 42. نعم نعم، الشوارع اللي توجد بها مطاعم، شوارع تجارية، محلات استاذ، محلات 906 904 عنده 906 902 904. هي منطقة خدمية كمطاعم هناك فعلا، اكيد يعني اكيد مخازن بها استاذ، تجارية وسكنية، وجزء من عندها اللي احنا نسميه الخلفيات صناعي يوجد. اعمالنا مستمره بتقديم افضل الخدمات الى ضمن القاطع. نعم شكرا لك استاذ مهند. استاذ يعقوب، نعم، مقبلين على موسم مطر، ويمكن شفنا المطر شلون كان غزير بالايام الماضيه، وشلون انه غرقت شوارع الكراده. نعم، شنو مشكله الشبكات تصريف المياه الامطار؟ والله احنا الحمد لله الكراده استنفار كامل بالجهد بكل الاقسام، اليات، قسم مي، قسم مجاري، قسم نظافه، قسم التجاوز، كل المستنفر استنفار كامل. والحد الحمد لله والشكر، احنا موسم الامطار اللي فات قبل فتره، قبل 4 ايام، الكراده ما صار بها اي تلكم بالامطار الحمد لله، حتى قاطع الزعفرانيه الكراده كذلك. بس انت مثل ما تعرف احنا عندنا حوالي تقريبا 43 منطقه عشوائيه بالزعفرانيه. نعم، هاي المناطق العشوائيه تعرف انت اصلا هي ما مخدومه يعني بالكراده. ما عندك شيء مناطق؟ عندي مناطق عشوائيه بس قليله، يعني كلش قليله يعني، بس اللي اكثر عندي المحلات الموجوده تابعه الى بلديه الكراده اللي هي الزعفرانيه. نعم، طبعا هاي الزعفرانيه تعرف انت ما مخصص لها جهد لا بشري ولا آلي ولا اي شيء. نعم، احنا شو نسوي؟ توجيهات سيد الوكيل المحترم وسيد امين بغداد وسيد المدير العام بانه احنا نخفف كاهل المواطن، ما صار حجي احد كورونا، قمنا ندخل نخصص لهم جهد على حساب الدائره. الجهد يرفع النفايات بالجهد الثقيل يوميه بالليلي، عندهم نقاط متمركزه بداخل المناطق العشوائيه احنا نرفعها ونوديها للطمر اللي بالتحويليه، ونروح للطمر النهائي اللي هو بالنهروان. هذا المخصص الجهد يوميا، انا بالليل جهدي ده يشتغل من الساعه 8 لحد الساعه 3 بالليل. نعم، يعني هسه حاليا احنا راح نتوقع امطار خلال هذا الموسم. نعم نعم نعم، هل شوارع الكراده جاهزه وشبكات؟ نعم نعم، شبكات المجاري يعني ما راح تغرق. والله احنا اذا استيعاب الماء كان اكثر من القابليه، تعرف انت هي اكو دول يعني غرقت مو بس العراق. نعم، فاحنا استيعاب الشبكات الموجوده بداخل امانه بغداد اللي هي مخصصه لكل البلديات، تعرف انت المحطات مرتبطه واحده باللخ يعني، فاحنا اذا كان استيعاب الماء كل شيء هذا احنا نحاول ان شاء الله. بس احنا الحمد لله تعدينا هاي الازمه، تنظيف شبكات الامطار بداخل الزقه وبداخل الشوارع الرئيسيه، رئيس قسم المجاري الاستاذ وسام مستنفر استنفار كامل وجوده ده يشتغل ليل ونهار، واحنا متابعين وياه كرؤساء اقسام ومعاونين بهذا الموضوع. احنا كقسم النظافه الى قسم ساند بهذا الموضوع، وباقي الاقسام كلها سانده واستنفار الي وجهد. هسه احنا اليوم عندنا مستنفرين من نال لحد ما تنتهي ان شاء الله المطره، واللي احنا الله سبحانه وتعالى مقدره ان شاء الله ما نقصر به. شكرا لك، واحنا راح نلتقي يجوز في الزعفرانيه ايضا. نعم، راح نسوي حلقه ايضا على يعني معاناه المواطن هناك وملاحظاته. والله تكون افضل اني صراحه الزعفرانيه. نعم، كلش دا اشكي من عندها، ولو انتم يمكن طولت عليكم شويه بالكلام. نعم، بس الزعفرانيه دا اشكي من عندها من نوعي من شغله الانقاذ، يعني عندي شوارع صارت عباره عن الاكتاف مالتها كلها انقاذ. نعم، مواطن مدى يلتزم انا تعرف يعني انا ما عندي خصص مخصص للانقاذ، مخصص للنفايات. نعم،
فهاي الانقاذ يرميها على يعني شارع 59 صار عندي طمر ما انقاذ، شارع ابو الوليد صار عندي طمر ما انقاذ، لان هاي المناطق العشوائيه اللي دا تنبني وين دي يروح بالانقاذ مالته؟ ماكو سكلات، كان عندهم معسكر رشيد، تعرف معسكر رشيد انغلق من قبل القوات الامنيه. كان هو المنفذ الوحيد لهم يذبون بانقاذ. هذا خلينا ناجل هاي التفاصيل الى حلقه الزعفرانيه، نلتقي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك استاذ الله يعقوب. الله يسلمك، نشكر قناه التغيير على هذا اللقاء، وصراحه انتم هذه القناه هي صراحه داعم البلديات، ونشكركم طبعا شكر جزيل حتى نسلط الضوء ونعرف المواطن ونوعي المواطن بانه يتعاون البلديات في سبيل ارتقاء الواقع الخدمي. ندعم الواقع الخدمي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، شكرا لك. اذا كانت هذه حلقتنا على مدى الوقت الماضي من بلا عنوان، تحدثنا من الكراده ومع اهالي الكراده ومع المسؤولين في بلديه الكراده، وكنا قد سلطنا الضوء على الهموم والمشاكل والملاحظات للمواطنين حول موضوع الكرادة وشوارعها. لذلك انتظرونا في حلقة قادمة من بلا عنوان وعنوان جديد. إلى اللقاء.